السلام عليكم. هذا واحد الشيخ كان يشرح للطلب ديال الطلبه ديالو بعض الامور الدينيه، وقف على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تغدو الطيور خماصه وتروح بطانه، يعني ان الطير صباح تطير وفيها الجوع، وملي ترجع العشيه تترجع شبعانه. وبدا يشرح لهم فوائد ديال هذا الحديث، ومن فوائد ديال هذا الحديث ان الله يرزق بسبب او بلا سبب. واحد التلميذ ديالو ذكي ونجيب قال لي: انا ما موافقش الراي، لانه الله ضروري ما يرزق الناس بسبب، يعني ان الطير هذاك الطيران ديالها هو السبب ديال انها باش كلات. ومبقاش يتناقش مع الشيخ ديالو وما قدرش يقنعه، لان الشيخ ديالو قال ليه كاينين الناس اللي لا حول ولا قوه لهم وربي كذلك ترزقهم. ومخرج الطالب مقلق من ذاك الحصه ومشى. ملي كان غادي تلقى واحد الراجل كبير هز خنشه ديال التمر، قال لي: واش نعاونك؟ قال لي: الله يرحم لك الوالدين. هزها معاه حتى لباب الدار، غير وصلوا باب الدار ذاك الراجل الكبير باش يشكروا عطاه حفنه ديال التمر. غير شد ذاك الطالب حفنه التمر قال: هذا خير دليل على اني على حق، كل ما عاونت هذا الراجل ما كنتش غناكل التمر. رجع تيجري عند الشيخ ديالو حط لي ذاك التمر وعاود لي القصه، قال لي: هذا دليل على اني انا على حق. الشيخ ديالو هز التمره قال بسم الله وكلاها، قال لي: انا ما هزيت لا خنشه لا والو، وانا كليت التمر. الله انت رزقك بسبب وانا رزقني بلا سبب. العبره من هذه القصه أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، فهناك رزق يجب العمل بالأسباب باش نوصلوا ليه، وهناك رزق يسوقه الله لصاحبه بفضل منه ومنا. تحياتي.